بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. إذا كنت عايز تعرف معنى كلمة أو معنى جملة الكيل بمكيالين، إذا كنت عايز تعرف يعني إيه معايير مزدوجة، إذا كنت عايز تفسر مثل حبيبك يبلع لك الزلط، إذا كنت عايز تعرف كل معاني هذه الأمور، هتنظر لشيء واحد فقط، وهي مشكلة لاعب نادي الزمالك سيف الجزيري مع اتحاد كرة القدم، أو شوف تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع أزمة تعامل أو أزمة تعاقد سيف الجزيري. وخليني أبدأ مع حضراتكم من أول الموضوع علشان محدش يتقمص، وما انا عارف ان انا كلمتي بتخلي ناس كتيره تتقمص. ماشي، نمسك الموضوع بتسلسل واضح. نادي الافريقي التونسي ونادي اتحاد بن قردان بعتوا يطالبوا بحقهم في رعايه سيف الدين الجزيري بعد انتقاله رسميا من المقاولين العرب. يعني مش النادي الاهلي ولا جمهور الاهلي ولا قناه الاهلي ولا اسلام ولا الكلام ده خالص. الناس دي ناس ما نعرفهمش. طيب، لكن ما وصلش للناديين دول اي رد مستنيينه، بل العكس تماما. اتحاد كره القدم، وهو اصل الناس ممكن تقول لي ايه، هو الاتحاد السابق اللجنه الثلاثيه ولا هذا الاتحاد؟ انا الحقيقه هو طبعا هذا الاتحاد، ولكن حتى لو الاتحاد السابق، هو المدير التنفيذي للاتحاد السابق هو المدير التنفيذي لهذا الاتحاد. وكان الأستاذ وليد العطار هو رئيس لجنة شؤون اللاعبين في ذلك الوقت في الاتحاد السابق، فمحدش يقول الاتحاد السابق والحالي عموما، يعني لأنه في النهاية إذا كان هناك مدير تنفيذي هو اللي بيمضي على كافة الأوراق الخاصة بمثل هذه الأمور، فالموضوع منتهي بالنسبة لي. ما تدخلنيش في هذه الأمور اللي بالنسبة لي ملهاش أي وجع دماغ، يعني هي مجرد كلمات لوجع الدماغ فقط. حضرتك بنتكلم او بنتعامل مع مؤسسة اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم المسؤول عن 18 نادي، اقدم اتحاد كرة قدم في الشرق الاوسط. هل من الممكن ان يتم مجاملة نادي او لاعب على حساب 17 نادي؟ ماليش دعوه بال 16 نادي، اتكلم عن النادي الاهلي. هل ينفع ان يتم مجامله لاعب او نادي على حساب النادي الاهلي؟ هو المفروض على حساب 17 نادي، لانه كل يعني لو النادي ده حصل او لو ده الموضوع ده حصل مع احد الانديه الاخرى ال 17 الاخرى، هل كان من الممكن ان يتم مجامله ال 17 نادي؟ على الرغم من اعترافي ان هذا الموضوع هو خطا مليون في الميه، ما ينفعش المجامله. ومجامله بايه؟ ب 600 700 الف جنيه. طيب، خلينا نمشي مع حضراتكم في الموضوع واحده واحده. اتحاد كره القدم قال لنادي الافريقي التونسي ونادي بوقردان، ما عندناش ورق في هذا الموضوع او رد بخصوص هذا الموضوع. ادي اول حاجه. فاضطر النادي الافريقي التونسي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا يعني، ولجنة فض المنازعات هناك للحصول على 5% حق الرعاية. طيب، جوابات راحت للاتحاد المصري لكرة القدم. وخدوا بال حضراتكم، انا هنا لما بتكلم عن واقعة بعينها، لان كلمة جوابات بعدها على طول المفروض تستخبى في الادراج. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن هذا الكلام هو الكلام اللي حصل مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر بالارقام والبطولات وكل حاجه. الكلام اللي اي حاجه فيها جوابات تخص النادي الاهلي تتحط في الدرج. فلازم اخد بالي. هو اللي بيحصل ده طبيعي؟ هل اللي بيحصل ده المفروض ان انا اسكت عليه؟ حاضر، انا عارف ان في ناس بتتقمص وبتزعل من كلمه الحق فقط، لكن هفضل اقول الحق
وهفضل ادافع عن النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، لانه في النهايه انا بتكلم على سمعه بلد، سمعه الاتحاد المصري لكره القدم، الممثل الرسمي لكره القدم امام المصريه، يعني امام العالم كله، كل المؤسسات، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، بتتعامل الانديه الاوروبيه مع الاتحاد، بتتعامل مع الاتحاد المصري لكره القدم. انا كنادي اهلي ما اقدرش ابعت لاي حد الا من خلال الاتحاد المحلي، الاتحاد الاهلي. اي خلل في منظومه الاتحاد المصري لكره القدم فهو خلل لاسم ومنظومه وسمعه كره القدم المصريه، وبيضر بمصالح الانديه كلها، 18 17 نادي انا اسف، لان في نادي واحد بس الدنيا ماشيه، الظروف ماشيه في هذا الاتجاه فقط، اي اتجاه تاني احنا بندي ظهرنا، او الجوابات بتتحط في الدرج، لكن في جوابات يمكن ان يتم تغييرها علشان مجامله او اجامل نادي. لكن النادي الاهلي حط الدرج، حط الجواب في الدرج يا عم. يا عم مش لازم يلعب النهائي على ارضه. لا لا لا، يلعب النهائي في الوداد، في المغرب مع الوداد، مفيش مشكله. اكمل كلامي، معلش انا اسف ان احنا متنرفزين، لكن هذه هي الحقيقه، وهذا هو ما نراه خلال الفتره السابقه وحاليا. فجوابات للنادي الاهلي معناها تحط في الدرج، لاي نادي اخر هو النادي ده ايه؟ يتجامل ازاي؟ فنحاول نجامله. خلاص؟ طيب، جوابات راحت للاتحاد المصري لكره القدم ومفيش ردود. طب ليه بقى في شكوى رسميه في لجنه فض المنازعات في الفيفا؟ ايه اللي حصل؟ طيب، اتحاد كره القدم، طيب هو الكلام اللي انا هقوله اللي جاي ده كلام جمهور الاهلي؟ لا. كلام نادي الاهلي؟ لا. كلام حد في الاهلي او بيحب النادي الاهلي؟ لا. تخيل مين اللي قال الكلام ده؟ اتحاد كره القدم نفسه. أول حاجة قالها اتحاد كرة القدم إيه لما لجنة فض المنازعات طلبته بإيضاح الأمور وإرسال المستندات الخاصة بهذه القضية. قال ردت مرة تانية، أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، لكن مرة تانية هذا هو رد اتحاد كرة القدم المصري المنوط بالرد. وأعلنوا يعني أعلم الناس من خلال الإعلام إن ده حصل. قال اتحاد كرة القدم المصري، مش النادي الاهلي، مش جمهور الاهلي، مش اسلام الشاطر، مش قناة الاهلي، قالوا ايه؟ قالوا ان نادي المقاولين العرب فسخ عقدا للاعب وانتقل انتقال حر. مرة تانية، مين اللي قال الكلام ده؟ اتحاد كرة القدم اللي قال الكلام ده. وبعتوا للصحفيين واتنشر في كل حتة. طيب، ادي المرة الأولانية، رامي ربيع مسؤول التعاقدات في النادي المقاولين العرب وقتها، ومن قبله المهندس محمد عادل المشرف على كرة القدم في نادي المقاولين العرب، قالوا في ذلك الوقت، ورامي ربيع امبارح على الهوا قال ان اتحاد كرة القدم مش بيقول الحقيقة. مين يا جماعة اللي بيقول الكلام ده؟ رامي ربيع مدير التعاقدات في نادي المقاولين العرب وقت انتقال سيف الجزيري من نادي المقاولين لنادي الزمالك. يعني مش جمهور الاهلي اللي بيقول، ولا احنا جايين على حد، لا يا اسلام لا، لكن ده الاستاذ كابتن رامي ربيع قال ان اتحاد كره القدم مش بيقول الحقيقه، وان اللي بيقوله ده معناه توريط اتحاد كره او توريط المقاولين العرب، انا اسف، امام الجهات الرقابيه، لان انتقال حر يعني المقاولين ما خدش ولا مليم، وده مش حقيقي. ما زال الكلام على لسانه وعلى عهدة كابتن رامي ربيع مسؤول التعاقدات مع كابتن إبراهيم فايق في أون سبورت 2، وقال إن ده مش حقيقي. بالعكس، مسؤولي المقاولين نفسهم قالوا إن النادي دخل له 20 مليون جنيه من هذه الصفقة في الإعارة والبيع، وكلها مثبتة رسمياً في سجلات وحسابات النادي. فرجع اتحاد كرة القدم، هو نفس الاتحاد، وهو نفس المسؤول كابتن وليد العطار،
المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بيقول ايه بقى امبارح للإعلام؟ بيقول ان عقد الجزيري ما اتفسخش ولا حاجة، وانه كان عقد إعارة بنية البيع، وتم تفعيل بند البيع، ولكن العقد اللي وهي الصورة امام حضراتكم، ولكن العقد اللي طلعه الاتحاد امبارح، او بمعنى اصح اللي سرب هذا العقد اللي امام حضراتكم هو اللي موجود على التي ام اس. او انا بسال، خليني اسال، انا هنا مش جهه رقابيه، ولكن خليني اسال، هل ده العقد او ده الكلام اللي مكتوب على التي ام اس؟ يعني ده اللي عند الفيفا ولا مش ده اللي عند الفيفا؟ هل ده العقد اللي تم قيد اللاعب بيه ولا هناك عقود اخرى؟ العقد شكله زي ما حضراتكم شايفين اهو، صيغه قانونيه وعند محامي بتاع مش عارف ايه، ولكن هل ده اللي على التي ام اس؟ انا محتاج حد يقول لي. وليه كل شويه الكلام بيتغير؟ يعني هل من الممكن ان يكون هناك عقدين؟ انا ما اعرفش، لكن كلام انا بقول، انا بستنتج، لكن كلام المقاولين العرب او المسؤولين في المقاولين العرب كلهم ناس محترمه جدا جدا جدا، سواء رامي او الكابتن او المهندس محمد عادل المشرف على كره القدم في نادي المقاولين العرب، كلهم ناس محترمه ومن حقهم يدافعوا عن كيانهم وعن سمعه ناديهم طبعا، لان الناس بتقول انتقال حر، يعني انت الناس دي خدت الفلوس دي وحطيتها في جيبها مثلا، معاذ الله يعني، لكن الناس طلعت على الهوا وقالت ان الفلوس دي مثبتة في السجلات وما تورطناش مع الجهات الرقابية لو سمحت، لاتحاد كرة القدم. هو ليه الاتحاد، ليه كلام الاتحاد كل شوية بتغير وكل شوية برأي والكلام كله عكس بعضه؟ هو ليه ليه اتحاد كرة القدم في القضية دي قال كل حاجة وعكسها؟ لمصلحة مين؟ لأنه قال الزمالك أيد اللاعب باعتباره لاعب حر، المصلحة الوحيدة اللي هتيجي لنادي الزمالك ان هو مش هيدفع ال 5% قول من ال 20 مليون دي، يعني مليون جنيه مثلا، مليون وشويه، ولا 500,000 زي ما تطلع، يعني رقم هايف جدا لا يذكر بالنسبه لقيمه التعاقد اصلا اللي هي ال 20 مليون جنيه. فاللي انت بتقوله ده او اللي انت بتعمله، انت بتجامل مين وليه؟ وهل هناك شبهه مجاملات اخرى في امور اخرى؟ طيب هل هناخد الموضوع ده واتكلم فيه عن لجنه الحكام؟ اخد يعني اتحاد كرة القدم ده المفروض هو الاتحاد اللي بيمثلني أنا كنادي أهلي، أو أنا عضو جمعية عمومية في الاتحاد المصري لكرة القدم، أي ما كان اسم النادي إيه، أي حد من الأسماء اللي موجودة، هل من المفترض أن أنا أثق باتحاد كرة القدم تم الاعتراف به أولا أن هو خبى الجواب، أن في جواب جه وتشال منه تنظيم نهائي كاس الأمم دوري الأبطال عشان خاطر النادي الاهلي، اتشال منه هذا الموضوع؟ ادي المره الاولانيه. المره الثانيه النادي او الاتحاد كره القدم اللي مسؤول عني بيجامل نادي على حساب بقيه الانديه، وبيجامله ليه؟ انا ما اعرفش.